مرحبا بكم مشاهدينا الاوفياء، احييكم اينما كنتم في عدد جديد من الموجز الاخباري الاسبوعي الخاص بنادي الرجاء. انتهى معسكر الرجاء باسبانيا ضمن برنامج رجاء تور، والحصيله هزيمتين وفوز واحد، 3 هزيمه اخرى هناك بالنمسا امام فريق العين الاماراتي. فما هي الخلاصه التي خرج بها الجهاز الفني بخصوص رجاء تور؟ وهل وجد عبد الحق بن شيخ التشكيل المناسب لبدايه البطوله الاحترافيه؟ نقلنا كل هذه الاسئله للسيد المدرب، فكان الجواب على النحو التالي، نتابع. هي اولا المباريات الوديه هذو انا نقول لهم مباريات تطبيقيه. المباريات التطبيقيه هو الاستنتاج باش واحد يخرج ليكيب تيب ديالو، على الاقل تخرج 80% من اللاعبين اللي راح يبداو لك البطوله. انا ما مشيتش نربح البطوله تاع الاسبان، كون حبيت نربح لي ماتش كون راني ربحتهم لي ماتش، كون حبيت المدرب اللي يمشي يربح ام ماتش ما يديرش 9 شونجمون و 10 شونجمون. المدرب اللي يمشي يربح لي ماتش يخلي المدربين اللي بالك يقدروا يشرحوا هذا الشيء. انا مشيت باش نلعب باش نلقى شكون ليكيب تيب ديالي. في المباريات الثلاث درنا 60 مينوت ولا 62 مينوت دو نيفو شاك ماتش، كي ندير تغييرات بيان سور سا ديزيكيليبر، سي كوم سا. راهو انا نعرف الشامبيون لازم نربحو، شي شامبيون تاع 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 الاسبان هذه يعني جوست بين قوسين برك، يعني باش ما تكونش الامور يعني خاطئه، ولا تكون الامور الناس تسمع الشارع يسمع كلام اللي ماهوش هو. ولا. محمد علي بن معمر اخر ملتحقين بالقلعه الخضراء قادما من فريق المغرب الفاسي بعقد يمتد لثلاث سنوات، فيما سيغادر الرجاء مروان زمامه والمالي ادريس كوليبالي والواعد محمد امين اقمري. وهذه اولى تصريحات محمد علي بن معمر لقناه رجاء تيفي، نتابع. هو كما كتعرف فريق الرجاء بجمهوره راه كبير، كيف يفوز باي القاب، وحنا نلعبوا على اي القاب، عندنا كل الحظوظ، عندنا لاعبين اللي هما كبار واللي دازوا في التجربه هذه. ان شاء الله غادي نشتغلوا مع السي المدرب باش نحاولوا نفوزوا بالالقاب ان شاء الله، لان فريق الرجاء كبير وكيستاهل اكثر من هذا الشيء ان شاء الله. المباراة الأولى مشاهدينا داخل إطار البطولة الاحترافية ستأخذ النصور لملعب ثانية ترمل لملاقاة المغرب التطواني بطل النسخة الماضية من البطولة الاحترافية. النصور يعولون كثيرا عن انطلاقة قوية من خلال البطولة الاحترافية لهذا الموسم والعودة من تطوان بالثلاث نقاط، فما هي آخر الاستعدادات؟ أولا هذه بداية البطولة، وبداية البطولة ما كانش فريق يبدأ 100% من لي مويان ديالو. اثنين اون فا جوي كونت لو شامبيون، جوي كونت لو شامبيون في بلادو، احتراما للشامبيون اللي خرج شامبيون. حنا اون فا سو بريباري كيما لازم تكون الرجاء، وكيما لازم يحب الجمهور ديالنا نكونوا، سا سي سور. سوني كان ماتش دو فوتبول، اولا ماناش راح ننشروا الاسلام، راح نلعبوا ماتش تاع كره باش نحضروا روحنا باش نلعبوا كره كيما تقول كره القدم. اون فا فير دي زيفور، اون فا جوي او بالون، on va pas se priver de se faire plaisir et de faire plaisir les supporters ديالنا. كلام واحد اخر ما نعرفش نقولو. Bon, déjà faut dire que la préparation s'est bien passée. Nous on était en Espagne, c'est vrai malheureusement on a perdu presque tous les matchs, mais tout le monde est conscient, on sait que le Maghreb des Tétons ils vont essayer de se revancher par rapport à l'année dernière, ils ont pris 5-0. Mais nous aussi c'est le Raja, comme je vous l'ai toujours dit, il y a pas de calcul, le Raja c'est un grand club, faut bien commencer le championnat, et le championnat commence par une victoire à Tétons. Malgré s'ils sont motivés, nous on est surmotivés. Donc c'est nous le Raja, on espère inchallah faire un bon match à Tétons et avoir les 3 points. شكرا. النصور عازمون على تحقيق الانتصار من خارج الديار، فيما الجمهور يريد التأكيد على أن الرجاء الأقوى بكل المقاييس، فليستطيع أبناء عبد الحق بن شيخة البصم على بداية قوية ولو تعلق الأمر ببطل المغرب. موعدنا بكم يتجدد الأسبوع المقبل، هذه تحيات فريق العمل، إلى اللقاء. معكم عادل كروشي، تابعونا على قناة رجاء تيفي.